هذا لقاء ديال الاغلبيه اللي دام بعد ديال الساعات، والحمد لله اللي كان فيه نقاش كبير. اولا تكلمنا على المضوضيه ديال هذه السنه والعمل الحكومي اللي قامت به، وفي اطار واحد الازمه اللي هي عالميه، والازمه ديال قله الامطار كذلك، وكيفاش يعني تفاعلت الحكومه والاكراهات اللي عندها والحلول اللي حاولت تجيب للمواطن. وكانت مناسبة كذلك باش نعرضوا ونتكلموا على الآفاق ديال هذا القانون المالي الجديد اللي غادي يغير واحد العدد المسائل، لأنه قانون مالي اجتماعي محض، كله تدابير اللي كتخص التعليم، كتخص الصحة، كتخص كذلك لا بروتيكسيون سوسيال، كتخص لاسيونس مالادي اوبليغاتوار اللي الناس ديال الراميد كلهم غادي يدوزوا لهاد لاسيونس مالادي اوبليغاتوار، وغيكون الدعم كذلك للمواطن عبر يعني الاطفال واللي هما في سن التمدروس ولا اللي ما عنده شيء ابتداء في اواخر ديال السنه ديال 2023. كل هذه غادي تبدل العلاقه، يعني تحسن العلاقه مع المواطنين، ونكونوا ان شاء الله في خدمه المواطنين. كما ان كانت مناسبه باش نتكلموا على العلاقه مع لي كوليكتيفيتي لوكال، مع لي كومين والجهات ولي كونساي بروفانسيو، على بعض الازمات اللي يقدروا يعيشوها في التدبير ديالهم، وكيفاش يعني لو سونترال يمكن يعاونهم ويشوف معاهم الامكانيات اكثر اللي باش يقدموا خدمه احسن للمواطنين. شكرا لكم. على كل اللقاء اليوم كان لمناقشه مجموعه من القضايا التي تهم العمل المشترك، خاصه على مستوى القانون المالي، على مستوى تنزيل السياسات المتفق عليها، على مناقشات العلاقه بين الاحزاب الثلاث، العمل البرلماني. اتفقنا ان يكون هناك اجتماع لجميع برلماني احزاب الاغلبيه تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه وبحضور الامناء العامين، وكذلك اجتماع للمكاتب السياسيه برئاسه السيد رئيس الحكومه والامناء العامين في اقرب الاجيال. سيحدد السيد رئيس الحكومه التاريخ الذي سيكون في هذا الاجتماع. كذلك ناقشنا دور الجماعات وضرورة قيام الجماعات بدورها في تنفيذ سياسة القرب والعمل من أجل مصلحة المواطن. ناقشنا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة وطويلة، لأنه نريد أن نوفر للجماعات جميع الإمكانيات للقيام بوظيفتها، وهذه الجماعات الترابية سواء كانت جهة أو مجلس إقليمي أو جهة نحتاج الى امكانيات الانشغال في هذا المجال. ناقشنا كذلك بعض القضايا التي تهم الاقاليم والجهات فيما يخص العلاقه بين الاحزاب، وقررنا ان نتعاون من اجل ايجاد حلول لجميع المشاكل المطروحه بين بعض اعضاء الجماعات في مجموعه من الاقاليم. هذا اللقاء اليوم هو لقاء سيكون لقاء مباشر بعده في اقرب الاجل لتطوير هذه العلاقه. الحمد لله العلاقه بين المكونات الاغلبيه جيده ومفتوحة، وتأكدنا على دور البرلمانيين لدعم الحكومة وللتصويت في جميع المشاريع والقوانين التي تأتي بها الحكومة في أقرب الأجل. شكرا لكم. بالنسبة للاجتماع ديال الأغلبية، فهذا الاجتماع كانت فرصة أولا بالنسبة للحكومة وبالنسبة للأغلبية الحكومية للتأكيد أولا على أن هذه الأغلبية فهي معبأة من أجل مواجهة كل الضربات التي تستهدف بلادنا بالنسبة للقضية الوطنية وبالنسبة لرموز المملكة. ثانيا التركيز على أن الحكومة، والتأكيد على أنها ستواصل العمل من أجل الوفاء بالتزامات التي أخذتها على عاتقها بالنسبة للبرنامج الحكومي والقيام بالإصلاحات الكبرى، لا بالنسبة لمجال الماء ولا بالنسبة للمجال المرتبط بالتعليم والصحة، ولا بالنسبة للمجال ديال التقاعد، ولا في مجال العد، ولا في مجال السكنة إلى آخره من المجالات الأساسية، وخلق فرص الشغل اللي هو الأساس بالنسبة للفئة عريضة من المواطنات والمواطنين، خصوصا الشباب والنساء. النقطة الثالثة على أنه اليوم نريد أن نعطي دفعة جديدة للجماعات الترابية وللجهات، وهذا يتطلب أن يكون هنالك تنسيق أكبر ما بين السياسات الحكومية والبعد الترابي، لأننا نعتبر بأن بفضل هذا المجهود الذي سنقوم به سيكون الواقع أكبر بالنسبة للمواطنات والمواطنين، لأن سيكون هنالك تنسيق، سيكون هنالك كذلك ملائمة مع تطلعات الجهات، وفي نفس الوقت كذلك ستكون خدمات مقدمة للمواطنات والمواطنين بالنسبة لحياتهم اليومية في مجالات متعددة. وأخيرا
كانت فرصة كذلك للتأكيد على أننا اليوم سنعمل كذلك على إيصال المعلومة للمواطنات والمواطنين، لأن هنالك مغالطات متعددة ومن الضروري أن نصحح هذه المغالطات. هنالك أزمة حق، هنالك إشكاليات كبيرة مطروحة ناتجة عن الأزمة الدولية صحيح، ولكن في الوقت كذلك هنالك مجهودات كبيرة تم القيام بها، ولكن أكثر من ذلك هنالك إرادة قوية من أجل تخفيف العبء على المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف عيشهم. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.